اليوم هجمة لهجات انت غنيت مصري وغنيت لبناني، في هجمة لهجات اليوم بالموسيقى، بغنوا عراقي، بغنوا خليجي، وبغنوا مغربي، انت كنت سباق بهذا الموضوع. انا ايه، لانه جينا بوقت نحن ما كان في كتير اصوات اخواننا الخليجيين والعراقيين. اكيد لا، وما كان في بعدين، كان في اصوات معينه، كان في ميديا، ما كان في اعلام، ما كان في اعلام، واحد طلع بالخليج ما بنعرف فيه، حتى المغربي كان في اصوات جميله جدا، ما كنا نعرف فيهم. انا اول فيلم عملته مع عبد الهادي بالخياط ونعيمه سميح، غنيت خليجي لملحنين خليجيين. واو، يعني وهواه وقل لي متى اشوفك ويا منيتي، اه قل لي متى اشوفك هديه بتموت. اعطينا اعطينا بلا ما نحكي انا لا 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 اه لحظه لحظه هاي انا بعرفها، انا بعرف اعطيني الله، عم بمزح شيء غنيه معي على الفا. اه قل لي متى اشوفك يا كامل وصفك. كثير يا زلمه والله العظيم تاثرت، بدي وجه تحيه عن جد، بدي وجه تحيه، بدي اقول لامي ان شاء الله تكون عم تحضر، طول بعمرها، ولحماتي كمان تحضرني لانه هول اغاني كثير بتحبهم، كمان بدي سلم، بدي اقول لمدرسه اللي عبد القادر انه تذكرتك كثير، هلا كثير تذكرت اصحابي بالمدرسه، تعرف هالاغاني، تذكرت كل اصحابي والمدرسه وهيك، خلص انت هون، انت هون استاذ وليد والله. مشان هيك شو ما عملنا جديد عم نتعذب كثير يا خيي، بتعرف شغله ما تعمل جديد والله لأنه لأنه ما تعمل جيد، لأنك موجود بالوجدان، وجدان أصعب من الذاكرة طبعا، موجود بالوجدان ويعني كيف بدي، وبعدين خلص ما هم خالدين يعني، في خلود بالأغاني.